أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. شكرا 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 شكرا. إذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جناحنا. ولدنا تحت جناحنا أردناها حصة لكم أنتم يا أولياء بسيطة. بالمرات عندكم تساؤلات في حالات لتربية ولادكم وكامل. إحنا من خلال أخصائيين من خلال هذه الحصة مع أخصائيين نحاول نفيدكم بنصائح ولو بسيطة تساهم في تربية ولادكم اللي هم ولدنا وراهم تحت جناحنا. اليوم بالمرات الأولياء يتسألوا بالمرات على التهاب الأذن الوسطى لوتيت سكون أبل. دونك حبينا اليوم مع أخصائيين نساعدكم كيفاش تتعرفوا على هذا اللوتيت، كيفاش تتعالج هذا اللوتيت، وكيفاش نحاولوا نقي ولادنا اللي بقايا من هذا التهاب الأذن الوسطى اللي هي لوتيت. إذا اليوم يرافقني الدكتور العايب محمد، طبيب متخصص في طب الأذن الحنجرة والأنف. تفضل دكتور، تفضل. مرحبا بك. مرحبا بك، شرفنا دكتور. تفضل 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 دكتور، الله يخليك. ترافقني كذلك السيدة تفاحي هنية مختصة في علم النفس. مرحبا بك مدام. مرحبا بك، شرفتينا مدام، شرفتينا. مرحبا بك. معنا كذلك تجربة حية السيدة ريما الحاجي. مرحبا بك. مرحبا بك، شرفتينا شرفتينا. مرحبا بك. مرحبا بك. وكذلك في كل مرة نستضيف طفل ولا طفلة يدير الواجبات المدرسية نتاعو في هذا المكتب الجميل اللي خصصناه له. اليوم معنا محمد. تعال محمد، روح وليدي، تعال تعال. واش راك محمد؟ تعال تعال. واش راك؟ لاباس. شحال في عمرك محمد؟ 9 سنوات. 9 سنوات. واش مسنة تدرس؟ ثالثة. متوسط؟ ثالثة ابتدائي. ابتدائي بارك. نعم بلي متوسط. الله يبارك الله يبارك. ثالثة ابتدائي. قولي محمد شحال جبت معدل؟ 28. واو 28. واو واو واو، جميل جميل وليدي، جميل جميل. قولي وليدي كي دير الواجبات المدرسية نتاعك تسنى حتى يقول لك راح تقرا ولا تروح وحدك؟ راح وحدي. تروح وحدك؟ وكيفاش تنظم وقتك؟ تلعب شوية في نهاية الأسبوع كامل ولا تلعب بزاف؟ تلعب شوية؟ وقت الدراسة ووقت عندك وقت دراسة ووقت؟ للعب. للعب، برافو برافو وليدي. برافو 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 برافو. وتاخذ رأيك على والديك، تاخذ لهم الرأي. برافو محمد. إذا محمد روح دير الواجبات المدرسية تاعك في هذاك المكتب اللي وجدناه لك الجميل. وأنتم يا أطفال لازم تروحوا ديروا الواجبات المدرسية تاعكم باش تنجحوا. إذن مرحبا بكم. ماذا بنا الأولياء اللي راهم يشاهدوا فينا وكامل ينتظروا منا بعض النصائح وينتظروا منا سورتو نطمنوهم إذاكم لي غاسور. دونك ماذا بيا اليوم نتكلموا على لوتيت، هذه التهاب الأذن الوسطى، واش هي واش هما الأعراض نتاعها، كيفاش نتعرفوا عليها، وقتاش تكون خطيرة وقتاش ما تكونش خطيرة، كيفاش تتعالج، واش هو العلاج، هل يدوم وقت طويل ولا وقت قصير، وإذا كان لونفون روشوت واش لازم نديروا كامل. ماذا بيا نبدا معك دكتور العايب محمد مختص في طب الأنف والحجرة والأذن. حبينا لو كان تعرفنا هذا المرض هذا ومام طون فو راسوري لي بارون تاني شوية طمأنوا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، نطمئن لي بارون ونقول لهم بلي هذا مرض منتشر بزاف عند الاطفال الصغار من الولاده حتى العشر سنوات. وعلاه؟ باسكو لي فوا ايريان سوبيرير، يعني الجهاز التنفسي العلوي عند الطفل اللي ترو سوليسيتي بار لي انفيكسيون ا سيت اج لا. اي ا سيت اج لا استادير من الولاده حتى العشر سنين كاين اون بيريود اللي نسميوها لا مالادي دادابتاسيون. لازم الجسم تاع الطفل يتأقلم، يعني كيفاش يتأقلم يعطيك الصحه. يمرض كي مرض راح يكون ليزيمينوغلوبينين باش من بعد يولي يتعرف الجسم تاعو يتعرف على تول لي ديفيرون ميكروب. نقول لكم ميكروب هذا باش نبسط لكم، يعني المناعه، الفيروسات ولا لي بكتيريا باش يكون المناعه نتاعو، يديفلوبي المناعه، يديفلوبي المناعه نتاعو. وهذه هي صدر لا مالادي لا بلو فريكونس سي لو بتيت انفون. داكور. يعني وقدر الطفل يعني من الصفر حتى العشر سنين يدير لوتيت شحال من مره؟ يدير شحال من مره، ولكن لازم الانسان يدي ولده يداويه.
داكور. وعلى باسكو تقدر تمد صدير اعراض ثانويه خطيره، ولكن هذه الاعراض الثانويه الخطيره هذه راهي الان دوكا صدير الطب راهو متحكم فيها بالدواء اللي كاين، يعني هذه الاعراض الثانويه نصيبها 1% ولا اقل من 1%. داكور. مش هما الاعراض تاع لوتيت؟ كيفاش نعرف بلي وليدي عنده لوتيت؟ نعم، شوف لو بتيت انفون لو نوريسون هذاك الطفيل الصغير اللي في عمره شهرين 3 شهور كي ما راحش يهضر معاك، هذا هو المشكل. يعطيك ينوض يبكي. داكور. داكور. البكاء هذاك يسين بلي الطفل عنده كيكو شوز. داكور. وسي لو بيبي هم لي بيدات يعرفوا، ستادير سوا عنده كيكو شوز ان بروبليم دابدومينال سي لي غاز، ولا لو بلو سوفون سويت او ديكور دون رينوفارنجيت دام تي فيروس كاش واحد عنده تيبني فويسيل شويه حمه خفيفه ماشي حمه كبيره زعما نقولوا 39 درجه ولا 40 درجه، الحمه تكون 38 38.5 درجات، ما تكونش عاليه بزاف، والطفل يبكي يبكي يعني عنده الم في الجسم نتاعو، والالم هذا لازم نروحوا نحوسوا عليه. هكذا الالم راح نحوسوا عليه ونحوسوا على الحمه هذه الصغيره منين جاتو. الطفل زين نبداو نحوسوا نشوفوا الكراج نشوفوا الانف نشوفوا الاذن، وحنا كي نفحصوا الاذن نعرفوا بلي الاذن هذيك راهي مريضه. التامبون يتغير الغشاء هذاك اللي ما قلت لكمش كيما عرفتكم في الحصه السابقه بلي الاذن فيها ثلث الطبقات مكونه من ثلث طبقات، الاذن الخارجيه الاذن الوسطى والاذن الداخليه، وهذه راهي بزاف منتشره متقيس بزاف الاذن الوسطى اللي متكونه من الغشاء التامبون اللي نعرفوه والعضيمات تاع السمع، وهذا الالتهاب يقيس خاصة الأذن الوسطى وتعود تمر بعدة مراحل في الالتهاب الحاد لأذن الوسطى عند الطفل الصغير. حنا ما لازمش نخليوها تلحق المرحلة الأخيرة وين يتكون هذاك القيح لا كوليكسيون لو ستاد دو كوليكسيون بيريلونت وين يولي يسيل القيح من الأذن تاعو. كيفاش يسيح هذاك الداخل في الأذن الوسطى يتكون القيح هذاك من بعد ما يصيبش من يخرج، لازم يخرج من جهه، يخرج يثقب الغشاء ويخرج منه ونشوفوا القيح يخرج من الودن. خلي الودن تما كي نلحقوا لهذيك المرحله الطفل خلاص ما يبكيش راهو فرغ ودنه. حنا ما لازمش نخلوه يلحق حتى المرحله تاع لو ستاد دو بيرفوراسيون تيمبانيك، تكون اون بتيت بيرفوراسيون، وحنا بعد الاخصائيين كسوا لي بيديات ولا حنا لي زوار نعرفوا نداوها. التيمبون هذاك في 99% كما قلت لكم يعاود يصيب الراحه نتاعو، يعاود يبرى مليح وكلش. مي تكون عده حالات قليله وين نقدروا نجوزوا لي كومبليكاسيون. لي كومبليكاسيون راهم دوكا يعني سون تري تري رار فيو ستادير لا ديسبونيبيليتي دي ميدسان لا ديسبونيبيليتي دي ميديكامون. يعني الطبيب مباشره كي يشوف الطفل هذاك يعرف بلي عنده يوتيت يعرف لازم الطبيب هذا كان بيبي ما سي با لو غراند انفون. لو غراند انفون يجي يقول لك ودني توجعني. بالضبط بالضبط بالضبط. لازم هذاك البيبي الصغير تعرفوا واش بيه، ما تخليهش يلحق المرحله وطفل صغير يقدر يوصل دي كومبليكاسيون بلو غراف كو لو غراند انفون. داكور. البيبي يعني باسكو مازال المناعه تاعو ماشي مكونه. بالضبط. والميكروب اللي تري اغريسيف فيزافي دان بتي نوريسون يقتمتم يقدر يمد له دي كومبليكاسيون تري غراف باسكو الاذن. الاذن وين جايه؟ جايه جوست او فوازيناج تاع المخ. تقدر تمد لنا المينانجيت، تقدر تمد لنا اون انسيفاليت، كاين دي كومبليكاسيون اون باراليزي فاسيال سي تري دونجورو. مي الحمد لله دوكا ما راناش نلحقوا لهذا الوضع هذا يعني. الوضع هذايا باسكو رانا نتحكموا الحمد لله، كاين الاطباء كاين كيما قلت لكم كاين الادويه كاين كلش موجود. دكتور هي هاد لوتيت هادي اسكو تقيس لا بروميير لو نوريسون كثر ولا لا بروميير انفونس ولا لا دوزيام انفونس؟ اسكو تقيس لو نوريسون تقيس لا بروميير انفونس حسب الستاتستيك شكون اللي تقيس؟ كيما قلت لك شوف توت انفون دو زيرو جوسكا ديزون اي توشي بار لوتيت موين ايغو. ومن بعد كي لونفون يبدا يكبر بازوم علاه يبدا يكبر كاين لي زوتي تيكستان التهاب في الاذن الخارجيه. داكور. ماش دي الالتهاب هذه تاع الاذن الخارجيه الدراري اللي في لابيسين يروحوا للبحر احنا نشوفوها بزاف في يعني فصل الصيف. يعني الماء هذاك ولا فوالا لو كونتاكت تاع الماء ولا تصدير الكوتون تيج. قلت لكم في الحصه السابقه بلي الكوتون تيج ماشي مليح ماشي مليح يفو با لوتيليزي. الكوتون تيج قادر يدير نوتيت بيان سور كي يكون واحد عنده ان اكزيما باغ اكزومبل تاع لو كونديو دي تيف اكستان ايه ويحكوا بزاف يبقى غير يحك 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 يجرح لا 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 بو دو كوندوي اي سا بروفوك نوتيت اكستان. داكور 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 داكور. مي في الطفل الصغير الالتهاب الحاد تاع الاذن الوسطى يقيس الكثره الدراري الصغار. داكور. وقلت لك الاعراض ما تستناوش حتى لو كرون طونفون. لو كرون طونفون يجي يولد بصبعه يوري لك يقول لك هاي توجعني. بالضبط بالضبط. احنا لازم نشوفوا هذاك لو بتي طونفون لو بتي ما يقدرش يشكي ما يشكيش يبكي ما يقدرش لو بلور هذاك سي لوي كي نو كوندوي فير الي شيرشي لا مالادي واسكالي. تربيه. ودكتور كيفاش تداوى لوتيت هذه وشحال مده العلاج؟ اسكو طول ما طولش وكيفاش كومون بريفنير؟ ماذا بينا كومون بريفنير؟ اولا لازم نحوسوا لا كوز انه ريسون باين ضربوا الهواء ولا
le médecin l'ORL, par exemple, éliminé d'un matériel, par exemple l'endoscopie, surtout le petit enfant de 4-5 ans, c'est surtout les végétations adénoïdes. Ils sont le réservoir, c'est un réservoir bactérien ou viral. حنا كي نشوفوا الا صبنا نغانغانو وشفناهم بلي ياثروا بزاف على هذاك الطفل لازم يكون استئصال تاع نغانغانو هما جينا الطفل كي يكون يشخر شويه وكامل نعرفوا بلي عنده نغانغانو سي البريميان ديس فوالا لو بريم ما لازمش ما كانش في نغانغ ما تمثلكش غير لي زوتي تموين ايغو التهاب حاد في الانوستا تمد دوتر كومبليكاسيون لازم يتنحاو دكتور ما نسيمش لازم يتنحاو غير الا كانوا فيها اعراض ثانويه ما نحوش ما نسيمش استئصال للاستئصال لا اون اوبير با بور اوبيري اون اوبير سي سيت انفو اون فوا كون لوي ابورت ان بينيفيس داكور وعلاه نشوف اسكو يمرض بزاف لي رينوفارانجيت لي زوتيت لي زونجين وهذوك النغانغ يكونوا سبب هذوك تما يكون الاستئصال تاعهم نحوهم داكور وخاصه اذا كانوا بزاف لا فريكونس دي زوتيت سي تري دونجيرو بور لانفون باسكو سي ليان بيرفوراسيون الاول مره تبرى ثاني مره تبرى بصح لا بيرفوراسيون هذيك ما تقدر تكون ماشي صغيره تكبر تكبر ومن بعد حتى وين يكبر تلحق لدرجه العمليه حنا ما نلحقوش نحيو كاع الاعراض هو شوف يقول لك لو ني سي لو سونتر دو لا سفير اورال نغانغ هذوك الا كانوا ما فيهمش بينيفيس لازم يتنحوا يعني انا عطيت لكم نموذج تاع نغانغ بصح كاين حالات واحده اخرى نقولها لكم برك مع الحساسيه نديروا في بالهم الدراري الصغار اللي عندهم بزاف لو ريفلو غاستروزيفاج اي بروفوك لي غاز هذوك يعني ماشي لي غاز لاسيد تاع لي ستوما داكور داكور لي تقيو بزاف لي تقيو بزاف هذوك سا دون بوكو دو رينو فارانجيت اي سا بروفوك دي زوتيت هادو كاع واش كاع واش يدير المشاكل في الجهاز التنفسي العلوي ياثر على الاذن الوسطى على الاوتيت داكور داكور تري بيان توكا شكرا شكرا استاذ نعاود نرجع لك سيده تفاحي هنيه دائما نرجع لك لانه الاولياء يحبوا ولادهم انا نظن بلي اي ام ولدها يمرض راح تكون مرتبكه وخاصه كما ذكرنا في حلقه اللي فاتت الام لاول مره تكون جستمون بها نرجع لك دكتور لي بروميير مامون يعني اللي اول مره عندها رضيع وكامل ماشي كيما لا مامون اللي ديجا كان عندها رضيع وعندها شويه الاكسبيريونس كما يقولوا حبينا نتكلموا على الناحيه النفسيه يعني النفسيه تاع السيده هذه كيفاش تكون ولا الوالد كذلك وليده مريض وخاصه يعني ينوتيت بالمرات الناس تخاف يقول لك وليدي يولي ما يسمعش يولي كذا يولي يعني يخافوا على ولادهم ماذا بينا نتكلموا على الجانب النفسي نعم أصلاً. شكرا استاذ يزيد على هذه الاستضافه على هذه الحصه يعني مباشره نلقاو نوع من الهلع والقلق عند الام وخاصه ان اللوتيت يعني دائما تجي في الليل المشكل ان هذا المرض باغ اكزومبل يجينا بزاف في الليل يعني في الليل نحسوا بلي البيبي ويبكي وكامل بالك يبكي لان لوتيت ما يسكتش حنا جينيرال ممكن نقولوا باغ اكزومبل لي ماما نعيط لها في التليفون نقول لها وليدي ما حبش يسكت تقول لي هذا سيغ ودنو تمتم يخمو فيا ودنو يا كرشو يعني سي فريكون يعني فوالا باغ اكزومبل اذا خممنا في كرشو تقول لي باغ اكزومبل ديري له تيزان كي ندير لا تيزان ما يسكتش صافي كاينه حاجه واحده اخرى يا نوتر سينيال اللي راه يعيط لي بلي كاينه حاجه واحده اخرى ولا جينيرالمون كيما غتفضل الدكتور يقول لك عندها نوفوني تلقاه بوك يجبد هكذا في الشعر ما يجبش من با ودنو يجبد غير في راسه كامل ما تقدرش تعرف وشنو بصح باين بلي الالم راهو الفوق هنا نلقاو الام تكون مرتبكه لدرجه وين تلحق يعني يروحوا للمستشفى لانهم ما عرفوش وخاصه هي بدات تعيط هكا اللي تعيط لما هكا اللي تعيط واش قلت لك نعيط ومن بعد غير قلنا الاودن سي دونجي بعدا لازم شافت حاجه سالت من الودن يعني وتبدا فوالا فوالا تبدا سالت من الودن لا لا كلير فوالا نهائيا جوستومون هنا تبدا تقول لا زاد كلير زاد يا جو بو ولا سا ديبون على حسب الثقافه اللي عندها ونلقاو ايضا ان المعامله تاع الام لازم تكون عندنا معامله انها لازم تساعف هذاك الطفل باش تسكتو وكذلك هنالك اشكاليه ايضا في عمليه تقديم الدواء ان الطفل انه يرفض الدواء باغ اكزومبل تحطو دير له الدواء ما يخليهاش لو كوتي دغوات ومن بعد لو كوتي غوش الدن هذوك يعني فوالا سي تري امبورطون الدواء ما يخليهاش ومن بعد يزيد يولي يبكي يعني نقدروا نقولوا 24 ساعه وهي في حاله قلق وارتباك ومن بعد بالعقل لازم هي تحاول تتكيف مع الوضعيه اللي تكون فيها باش تخرج منها يعني ممكن الطفل هذا 8 سنين 9 سنين يبدا غير يبكي ممكن يتعرض حتى للعنف يضربوه باش يسكت يعني ما يعرفوش نعم. علاش نعم يعني نعم. احنا ماذا بينا الاولياء يتفهموا وضعيه الطفل في تلك الحاله يتفهموا الوضعيه وتشوفوا واش به لانه انا نظن باللي الطفل
ما يبكيش بدون سبب. نعم. يعني مهما كان مهما كان ما يبكيش بدون سبب، لازم نردوا بالنا وكامل. اذا شكرا شكرا استاذة تفاحي هنية. ماذا بيا سيدة حاجي ريما، تكلمينا على التجربة اللي وقعت لكم في العائلة نتاعكم، يعني وكيفاش تعاملتوا معها، وهل كان هلع، خفتوا ما خفتوش كامل؟ ماذا بيا تكلمينا على التجربة. السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك. بون، هذه لا مالادي حكمتني كي كنت صغيرة على دو 8 ans، وين كانت ودني توجعني بزاف بزاف، وتحكمني لا فيفغ، تحكمني الحمى في الليل. حمى بون، ماشي بزاف بزاف ولكن تحسي روحك يعني الحمى. فوالا، حتى وين كي كنت نقرا كنت ما نقدرش نكونسونطري مع لي، ما قدرتش نروح نقرا. كنت بصح كيفاش الوالدين تاعك ما قلتيلهمش ودنا كيتوجع؟ نو، حنا توجور كنا مرضو نقولوا بالك لونجين، بالك بيتاتخ عفسه حدو اخرى، بالك ريح، بالك هكذا. اوكي، دوك يريح، دوك كبرا. وشحال قعدتي هكذاك؟ دو جور. ومن بعد؟ ومن بعد كي داتني ماما الطبيب هكذا. بعد ما قدرتيش يعني، من بعد وجعتك ودنك بزاف يعني. مع لا فيفغ. داكور، من بعد فهمت يماك بلي لازم تاخذك. فوالا. اسكو كان لقيح في ودنك صابو ولا؟ يسيل يافسا هكذا، يا وين كوش هكذا. سالك شويه هكذا يعني، سائل هكذا. داكور، ومن بعد؟ ومن بعد وين داتني ماما الطبيب هكذا الميدسان تاع لواغيل، وين تما ديكوفريت هذه لا مالادي. داكور، لوتيت يعني. هذاك، ومن بعد شربت دواء، حكم دواء. عطاوك كان 3 mois ديكوت وكامل. ديكوت. وشحال طولتي باش بريتي ولا تم؟ اون سومان هكذا، كلها سي بون. ومن بعد ما عاودش رجعت لك؟ ما عاودش ولات لك. يعني جميل، ولكن انا نظن باللي الاولياء يومين ووليدهم يشكي من ودنه يعني هو كامل، انا نظن باللي يعني مده طويله حقيقه. كما قلت انا شخصيا كنت ندير دي زونجين ريبيتي، يعني مام حتى الوالدين تاعي يوالفوا، مام توجعك ودنك ولا يقول لك بالك سي لونجين بالك هذا. انا نقول باللي الاولياء ما لازمش يتكهنوا، ما لازمش تقول بالك كذا بالك كذا، الطبيب هو اللي يهدر، وخاصه الطفل الصغير، لانه الطفل الصغير اذا كان امتيت مالادي يعني مرض صغير هكذا ما داواش مليح، ممكن يكون عنده اثار في النمو تاعو كامل. ماذا بيا دكتور تكلم لنا على 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 لوتيت هذه، على الناس تعطيهم نصيحه، هل لازم يسرعوا يروحوا للطبيب، وما هما لي كومبليكاسيون اللي قادر يكونوا، وتكلم لنا كذلك على العلاج، كيفاش يكون العلاج، مده العلاج، ونعطيهم شويه نصائح باش يتفاداوا يعني باش يتجنبوا هذا المرض. سيدي، الالم تاع الالتهاب الحاد تاع الاذن الوسطى، الم كي نقول لك يعني ما تقدرش تصوره، الطفل ما يرقدش الليل كامل وهو يبكي، وكما قالت الاخت يجي الكثره في الليل، فهمت، في النهار ما على بالوش الطفل يلعب، ما كي يجي الدرس ما الدرس يا اخي جينا في الليل، يجي في الليل. المشكله واحد الالم ما تقدرش تصوره، الام تحوس على اي طريقه باش تسولاجي الطفل هذاك. ايه، كاينه حاجه دكتور ماذا بيا تكلمني عليها، كاين بزاف الاولياء اللي تروح دير له زيت زيتون، تروح لا زيت زيتون هذه حاجه لازم نتكلموا عليهم، غير طبيعيه، لازم نحوها، لازم نتكلموا عليها، لازم نقول لهم بلي زيت زيتون حبسوها ماشي مليحه للاذن، ومرات تسخنوا يسخنوا يديروا في الاذن، يسخنوا يديروا في الاذن، يحرقوا الاذن. اذا الغشاء يعرفوا بالغشاء على بالك فيه ميم با لي بيتسور تاعو ميم با 1 مليمتر الله، ويكون ملتهب وتزيد تفرغ له الزيت السخونه لداخل، سي تري دونجورو. دونك زيت بانير، نساو الزيت يا اولياء، زيت زيتون في الودن تاع ولادكم غير ما كان، لانه كما قال الدكتور راهو حاجه خطيره. الو قلت لكم على الدولار، 60 دولار واش نقول لك يعني، حاده يعني ما تقدرش، ما يقدرش الطفل، ما يقدرش يعني الاولياء ما يقدروش يتهاونوا، ما يقدروش يخليوا هذاك الطفل يعني صغير راضي هكذا تاع 8 شهور 10 شهور عام عامين، يقدروا يخليوه ميم في عمره 4 سنين، واش واحد السطر يعني ما تقدرش تصوره، تولي الام تحوس على الطبيب تاعها، تعيط له في الهاتف تقول له يا الطبيب واش ندير لولدي، والطبيب ينصحها. وحنا الاولياء الاطفال اللي نشوفوهم يمرضوا بزاف، يواسيو بزاف هاد لي زوتيت، ننصحوا الام دائما تكون عندها شميعات باغزومبل تاع ضد الالتهاب، شميعات تاع الحمى، لي زونتي انفلاماتوار، لي زونتي بيريتيك، لي زونتاجيك pour les enfants parce qu'ils font beaucoup de rhinopharyngite, il faut être toujours muni parce qu'on ne sait pas راكي ما تقدريش تخرجي في الليل، ما تخليش حتى الولد هذاك يعني يصرا له كاش كومبليكاسيون. داكور، هادو من ناحيه لا دولار، يعني لا دولار تاع الالتهاب الحاد تاع الاذن الوسطى. دونك لي زونتي انفلاماتوار معليش يقدروا اذا كان في ما قدرش تخرج في الليل ولا تعطي له زونتي انفلاماتوار ماشي مشكل، لو كالمي اي لو ماتان تديه عند طبيب يفحصه ويشوف ويقولها فوالا هاو لوتيت، يشوف واش واش مصطاد راه الحق تاع لوتيت باش يعرف اسكو يعطي له
لونتيبيوتيك ولا يعطي له غير باسكو الا كانت كان فيروس برك يفو با دوني لونتيبيوتيك. الا شاف الدعوه وين باسكو اون رينيت بيرولونت كي سو كومبليك دوتيت ويشوف الدعوه كي اكزامي تامبون نشوفوا بلي كاين اون كوليكسيون بيرولونت لا يفو دوني ان انتيبيوتيك. مي دون لا بلو بار دي كا سي دي فيروس شي لي زونفون سي دي رينوفارنجيت. قال هذا مريض ضربوا الهواء عداه منايا سي سورتو لا كراش لي زونفون كي راهم فلاك يكونوا فلاكراش يعدوا بزاف بعضاهم. وقلت لك خاصة اللي عندهم الحساسية فو بيان بروندر اون شارج الحساسية تاعهم اللي عندهم لي روفلو اللي عند اسكو عندهم. هل هذا المرض معدي؟ مرض معدي مرض معدي ولا سي دراري صغار اللي يلعبوا بين بعضهم هم يلعبوا سي سيرتو لاكراش. داكور اشاك فوا يقول لك يجي البارون يقول لك انا وليدي كل ما نديه لاكراش يمرض على باسكو الدراري يلعبوا مع بعضهم. هذا يترونسي هذا هذا والدراري الصغار يسون عرضة يعني للمرض. يسون عرضة ابار سا استادير الاولياء لازم يعرفوا بلي الاولاد نتاعهم لي مرضوا بزاف يديهم عن طبيب والطبيب كيف حسهم يشوف اسكو عنده الحساسيه اسكو عنده نغانغ اسكو عنده ان رفلو لازم يحوس اون كوز لوكال بور لا تريتي بور ستوبي سي فينومين دوتي تا ريبيتيسيون كي بوف انجندري دي كومبليكاسيون غراف. من ناحيه الدواء الطبيب يعرف كيما فهمتك اذا كانت ان فيروس ما نمدوش الانتيبيوتيك اون كالم لونفون اون تريت هذيك لا رينوفارنجيت ولا الفارنجيت فيرال لوتيت اون دون بور كالمي لونفون سي تو مي سي سي سافير كو سي انفيكسيو باكتيريا لا اون دون لونتيبيوثيرابي. داكور voilà. داكور داكور. وجينيرالمون مده العلاج شحال تقعد دكتور ابري؟ العلاج تكون 8 ايام 10 ايام على شوف اقل 8 ايام ماكسيموم 10 ايام. واذا كان الطفل كان يقرا يروح للمسيد ولا ما يروحش في مده العلاج؟ يوم اليوم الاول اليوم اليوم الثاني بالك يقدر ما يروحش الا كان الالم حاد بصح من بعد ما في حتى خطر. والعدوى يعني نهضروا على كونتاجيون. احنا اون تيت اون بو با امبيشي ان اونفون دالي ليكول باسكو يل بريزونت une infection virale. D'accord. Lequel, par exemple, les oreillons, on peut leur donner une période d'examen, mais on ne peut pas, c'est-à-dire deux jours maximum, c'est tout. Deux jours, le temps, les doigts. Le temps, on me donne des conseils aux parents, on leur donne des conseils, mais il faut qu'ils aient un peu de mal, parce que sinon, ils ont dit qu'ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, mais ils ont dit, ils ont dit, c'est-à-dire les causes locales. داكور داكور داكور. دونك يومين لو طون اللي يشرب دواء يستعفى شويه يستعفى شويه ومن بعد تبان عليه علامه تحسن. شكرا شكرا دكتور. اذا شكرا شكرا. نصائح جميله جميله يسنوها الاولياء وكامل. حنا نقول لهم باللي الحواس تاع الانسان يعني مهمه كما تكلمنا في الحصه اللي كنت معنا فيها السمع عند الطفل. يعني لوتيت قادره تكون من بين اذا كان يونوتيت سو كومبليك قادره تكون تؤدي الى سورديتي بالضبط تؤدي الى فقدان السمع وتؤدي الى ولا نقص السمع كما ضعف السمع كما يقولوا. دونك ما لازمش الاولياء يتهاونوا. استاذه حبيت نتكلم معك برك على النقطه هذه تاع الام كي ولدها يمرض بلوتيت ولا بلاغينو فارنجيت وكامل كيفاش تتعامل معها في وسط الاسره. يعني هل لازمها تعطي له الحنان؟ هل لازم تعطي له تعزله؟ هل لازم تتعامل معه يعني خاصه لما يكون طفل 6 سنين 7 سنين 8 سنين كيفاش تتعامل معه يعني على جال النفسيه نتاعو لانه مرض الم حاد وكامل. يعني حبينا كيفاش نعم. تكون المعامله تاعها معه. بون هنا تكون عندنا نوعين من المعامله. اذا كان صغير وراضع راح تعطي له اهميه اكثر ساجير ما حاش تلتهب الشغل وتخليه تقعد هي توكلو دير له الدواء اكسيتيرا. اذا كان مثلا بين 4 سنوات الطفل يعني اللي يتكلم ويفهم تعلموا مثلا دير له مشاركه تعلموا بلي كيفاش راح يديروا الدواء باسكو يمدلوا دي زانتيبيوتيك يمدلوا الدواء تاع يعني يكون تفاعلي لازم يكون تفاعل لازم يشارك باش يبرا فوالا باغ اكزومبل ما يحملش الحس بزاف تبعدوا للحس. وعلى بالك نابور طفل كي يمرض يولي يميل بزاف ليماه ولا لبابا بالضبط يقرب منهم شغل يزيد يتفشش اكثر واكثر. هو مسكين بلا ذاك الاحساس يعني الفظيع اللي جاز عليه يومين ما رقدش الم حاد يعني كما يقول لك ربي عالم به. على جال هذاك لازم الام تكون قريبه ليه. باغ اكزومبل شافته غد من داك باش يروح المدرسه ما قدرش يروح ما تبعتوش باش ما يحسش هو باش تتهنى منه يماه تبعتو للمدرسه. حتى قادر في المدرسه يدير كومبليكاسيون يعني يطلع له الحمى لازم ولا تكون ديجا لا كانت عنده اصلا الحمى ما يروحش. هذه اوتيت ولا ماشي اوتيت يعني تكون عنده طفل الحمى الدكتور يعني الحمى ما تكونش فوالا ما تكونش حاده يعني اذا كانت الحمى 40 ولا انا اصلا اوتيت حمى 40 ما نبعتوش نخلو تنخاف درجه الحمى
اما يبدا لونتيبيوتيك تاعو يولي الطفل الى حياته الطبيعيه. ناخذوه كيما ما نخلوش مع خاوتو، ماشي باسكو يعديه ما نخلوهمش يضربوا، ما نخلوش هذا ما كان من هذه الناحيه. يعني حتى الطفل كي تبعته للمدرسه وكامل تكون عنده حساسيه ودنو يتوجعوا مثلا، حتى في عنده مالاليس ما يقدرش يقعد مع اصحابه كامل تسيبو غير يتحسسك شو واحد يقيسه شو واحد يعني سورتو الودن هو بالنسبه ليه فراجيل، تعيط له ولا توجور تلقاه شد. ديجا ميم كي نديرو لهم لو تريتمون تلقاه حاط يدو غير في ودنه، ستير عندي سطر هنايا، ستير لازم تكون عندنا رعايه خاصه. جميل جميل. شكرا 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 استاذه الصحيانيه. دكتور العيب محمد، حبيت كي تكون الطفل عنده لوتيت، عنده لوتيت مثلا طفل متمدرس نهضروا سنين 7 سنين 8 سنين وكامل، كيفاش يكون السمع تاعو؟ اسكو يكون ناقص في السمع ولا ما تاثرش على السمع؟ تاثر في الايام الاولى، تاثر على السمع، يكون فيه التهاب في الاذن الوسطى، ويكون في الاذن الوسطى قلت لك تمر بعده مراحل حتى وين تلحق الاستاد هذاك تاع المرحله وين تتعمر بالقيح، تم الطفل يولي يحس ودنه مغمومه. فوالا اللي يعرف كيما قلت انت يا متمدرس 7 سنين 8 سنين يعرف يحس بلي هذه الودن ماهوش يسمع بها مليح. تذكر هذه هي النقطه اللي حبيت دوك هنا يدخل دور الاولياء باش يخبروا المعلمين المربيين تاعهم ولا يديروا له بريه ولا يقول لهم بلي وليدي عنده نوتيت باش يحطوه في المقاعد الاولى يقربوه. لا في الالتهاب الحاده الاذن الوسطى هذه ما تمدش هذا الاشكال. كاين باغ اكزومبل لوتيت سيروميكوز. داكور. لوتيت سيروميكوز هذه ما فيهاش الم، هذه وين الطفل ما يسمعش يكون السمع تاعو ثقيل بزاف ونقول له لازم تحطه في الاماكن الاولى. ماشي كيما الالتهاب حتى على الاذن الوسطى، هذه تمر عده ايام، نقول له 3 ايام 4 ايام ويكون الدواء مليح، يعني الطفل يتبع مليح الاولياء يمدوا مليح الدواء للطفل، السمع تاعو يعاود يرجع له. يعني يومين يرجع له ما في حتى اشكال. مليح وكان خبروا الاساتذه جاب لي ربي المربيين تاعو يكون على بالهم باللي هذوك اليومين هذوك راهو سوترات ما يعني. تقدر تقول لهم بلي هاو مريض فوالا عنده نوتيت فوالا سيتو فوالا فوالا. كاين دوتر باثولوجي وين السمع يكون ناقص، يكون ناقص بزاف. هذيك وين نعلمو صدر ميم لو ميدسان اي في ان كوريي داكور المدرسة فوالا الطفل هذا لازم يريح القدام باسكو ما يسمعش مليح وياخذ دواء حتى وان شاء الله يفا سوري طابيا. داكور ان توكا جميل جميل جدا. شكرا دكتور العيب. انا جو بونس كو هاد الحالات هذه المرضيه وكامل سورتو تاع الاطفال المتمدرسين كاع في الحلقات اللي فاتوا تكلمنا عليهم هي العلاقه بين الاولياء والمدرسه. يعني بالمرات المربي ولا ما على بالوش، ولكن الاولياء على بالهم وليدو بلا مريض وليدو عنده اي مرض مثلا لوتيت ولا اي حاجه اخرى، مليح انه تكون علاقه بين الاولياء والمدرسه، لانه بالمرات المربي وكامل هذوك المعلومات راح يساعدوه باش يعني يؤدي مهمته مع هاد الاطفال هذو اللي بالمرات عندهم حالات خاصة. يعني مليح أن الأولياء دائما يكون عندهم علاقة مع المدرسة. هذا نداء من هذا المنبر يا أولياء، دونك لوتيت ماهيش حاجة غراف، ولكن كي تشوفوا وليدكم عنده ألم وخاصة كي يكون رضيع ويكون يبكي لازم تعرضوه مباشرة على طبيب الأطفال اللي هو إما راح يشخص هذه الحالة ولا يتصل يبعثكم عند طبيب مختص في أمراض الأنف الحجرة والأذن. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحصة هذه تاع لوتيت التهاب الأذن الوسطى اللي ما هيش حاجة خطيرة ولكن حاجة لازم تعالجوها في وقتها. إذا تقدروا تتصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد، نحب الجري في كل مكان، حق العيب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة. Oh,